ثمانية أشهر مرت وما تزال الخلافات قائمة بين أطراف العملية السياسية في العراق بشأن مقعد رئاسة البرلمان بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بتهمة التزوير. الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات بشأن استمرار الأزمة لمنع انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان والإبقاء على محسن المندلاوي التابع للإطار التنسيقي رئيسا بالنيابة إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. خمس مرات على التوالي فشل فيها البرلمان في حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان في ظل الانقسام السائد بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشحي حزب تقدم وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة. تحالف الفتح أكد من جهته عدم وجود تفاهمات جديدة حول ملف رئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن الخلافات بين تحالفي الحلبوسي والخنجر ما تزال مستمرة والمنافسة أصبحت واضحة لكن دون التوافق على أحد المرشحين. لا يمكن التكهن إذن بمآلات وآثار استمرار شغور منصب رئيس البرلمان، خاصة وأن الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد التي عقدت في نهاية أيار الماضي كانت قد شهدت عراكا بالأيدي وإصابة أحد النواب بجرح في رأسه، فضلا عن الشتم والسباب بين عدة نواب والمندلاوي. يجري كل هذا وسط قناعة لدى الشارع العراقي بأن هذه الصراعات هدفها الحصول على مزيد من المكاسب والنفوذ ولا علاقة لها بتحقيق مصلحة الشعب الذي يائس من محاولات إصلاح عملية سياسية أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من تخلف وترد في جميع الميادين.